رحلة الفكر والبحث الطويل الذي أسس لمبادئ التعاون العسكري بين الأشقاء، والتي حفل بها كتاب الضوء الأول لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه. كتاب ينبض بالقوة والحياة، أفرد حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه مساحة واسعة للتصور العسكري الاستراتيجي بين الأشقاء، وأضاء شعلة أمام الجميع لتنير لهم طريق الإخاء العسكري. إن التعاون العسكري قد تزامن مع بدء مسيرة قوة دفاع البحرين، وقد انطلقت بوادره الأولى مع مناورة الفاتح التي أقيمت في 4 يوليو عام 1975 للميلاد كأول تمرين عسكري خليجي ثنائي بين قوة دفاع البحرين والقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي جرى تنفيذ تمريناتها على أرض مملكة البحرين تحت رعاية الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، مما يؤكد أن التعاون العسكري الأخوي القائم بين الأشقاء بدول المجلس ضاربة جذوره في عمق التاريخ. تحتل التمارين البرية الثنائية أهمية قصوى على قائمة التمارين التعبوية، لما لها من دور كبير وفاعل في إبراز الخبرات وتبادل المعلومات واكتساب المهارات التكتيكية وتطوير النواحي التعبوية في العمليات القتالية البرية. وفي المجمل، فإن التدريبات الواقعية المشتركة تعمل على إثراء الخبرة الميدانية ورفع القدرة المعلوماتية وتطويرها للوحدات المقاتلة عن طريق تبادل الخبرات القتالية والتجارب العسكرية المشتركة. ومن هنا تأتي سلسلة تمرين مخالب الذئب الذي تنفذه وحدة القوة الخاصة الملكية بقوة دفاع البحرين بالمشاركة مع القوة الخاصة بالقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. فالتمرين البري التعبوي المشترك يعد ميداناً خصباً للارتقاء بالكفاءات العملياتية والمقدرة القتالية لعناصر القوات الخاصة في البلدين الشقيقين. كما يعد التمرين التعبوي البحري الثنائي جسر الذي ينفذه سلاح البحرية الملكي البحريني مع القوات البحرية الملكية السعودية الشقيقة، إحدى ثمرات التعاون العسكري ما بين قوة دفاع البحرين والقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وترجمة صادقة للخصائص الواحدة والأهداف المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين في الماضي والحاضر والمستقبل. إن رجال قوة دفاع البحرين على اختلاف صنوفهم القتالية وتخصصاتهم العسكرية يقومون بكل كفاءة واقتدار بتنفيذ مختلف التمارين التعبوية بروح عالية وهمم لا تكل. وما تلك النتائج الرائعة والطيبة والإنجازات المتقدمة التي تحققت خلال تلك التمارين إلا برهان ساطع ودليل قاطع على ما تنجزه قوة دفاع البحرين في مجال البناء العسكري الحديث. لقد أولت مملكة البحرين جل اهتمامها لدعم التعاون العسكري المشترك والدفع بعجلته نحو التكامل مع الأشقاء، لهذا كان التوجه الحصيف للقيادة العامة لقوة دفاع البحرين هو الاهتمام بالمشاركة في التمارين التعبوية الثنائية سواء البرية أو الجوية أو البحرية، التي يتم إجراءاتها مع الوحدات العسكرية بالقوات المسلحة بدول الأشقاء. رحلة الضوء الأول مستمرة، تجمعها تلك الروابط التاريخية المتينة التي كانت ولا زالت ماضية بكل متانة يتوارثها الأبناء من الآباء والأجداد منذ القدم. نسأل الله العلي القدير
أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يطفئ مشاعل الفتن، وأن يجعلنا صفاً واحداً على كل من أراد الشر لبلادنا.